شكون هما اليوتيوبرز اللي ما كنحملش؟ اليوتيوبرز اللي ما كنحملش هما سواش الاخوه. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في موضوع جديد. هذا الموضوع ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا فيه على اليوتيوبرز ديال المغرب وخارج المغرب بطبيعة الحال. غادي نهضروا عليهم اليوم ان شاء الله، غادي اللي عندهم واحد المحتوى اللي هو واعر واعر ديال بصح وزوين، محتوى نقي ماشي شي محتوى اللي موسخش كما تيتفرجوا الناس للاسف الشديد. هذيك تيتفرجوا بزاف في محتوى لا علاقه وكيخليوه بحال هاد الناس هادو اللي الصراحه هما عندهم واحد الناس ديالهم اللي هما تبارك الله. المهم غادي تشوفوا كل واحد شحال واصل هنايا، بعينهم ناس نقيين، حنشوفوا نقيين، تبعينهم ناس نقيين. صراحه هادوك الناس انا كنستافد منهم بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المعلومات. كنحاول ان شاء الله نكون انا ان شاء الله بحالهم، علاش لا، نطلع انا القناه ديالي ان شاء الله. بالمناسبه انا كندير لي فلوغ، اللي مازال اللي كيتفرج في هذا الفيديو مازال ما تعرفنيش، انا كندير لي فلوغ، كنكتشفوا بزاف ديال الاماكن وكنمشيو بزاف ديال البلايص. طبيعه الحال كانت انسبيرا من هاد الناس هادو اللي غادي نوريكم دابا في الفيديو. هاد الناس اللي قلت لكم اللي محتوى ديالهم نقي، اللي كيدير واحد المحتوى هادف، ماشي واحد المحتوى اللي غير عشوائي، واحد المحتوى هادف ديال بصح صراحه، واعرين بزاف. بقاو معنا ما تمشيو فين، دابا غادي نشوفوا اليوتيوبرز المغاربه واللي ماشي مغاربه بواحد بواحد. درت لهم واحد المرتبه من الاول حتى الاخر. كل واحد غادي نقول عليه واحد الكلمه، وكل واحد نوريكم المحتوى ديالو كيفاش داير. ساو الاخوان بقاو معنا في الفيديو. ساو الاخوان، نبداو باول يوتيوبرز امريكاني اللي هو سميتو كاسينيستاس. هو هذا اللي هنايا، اللي صراحه اليوتيوبر واعر بزاف، تيدير شي حوايج اللي واعرين صراحه. عنده واحد الطريقه باش يهضر، طريقه باش تيدير لي فلوغ، وشي حاجه شي حوايج واعرين بزاف. الناس اللي تيديروا لي فلوغ اللي بادين كنصحهم بهذا السيد هذا، القناه ديالو هي هذه، يدخلوا عنده. صراحه واعر السيد بزاف، يقدروا يستافدوا منه بزاف ديال الحوايج. المهم الفيديو اللي تيدير واعر، تقدر تستافد منهم اي فيديو شتيه تلاحو تستافد منه. وحتى لك انت عندك شويه الانجليزيه، يعني ثقيل شويه في الانجليزيه، تقدر تستافد منه. هو مع ديك غادي تبقى تتفرج فيه مثلا كل نهار، تفرج في فيديو مع تبارك الله وراه لاح بزاف ديال الفيديوهات، يعني كل مره غادي تشوف فيديو، يعني غادي تطلق حتى في الانجليزيه انت راسك غادي تطلق شويه. سو غادي نشوفوا اليوتيوبرز اخر، هادو هما الفيديوهات ديالو كيف ما شفتوا. حيت اخر فيديو اللي كنطلق هو ديال واو اخ ديالو، صافي هذا الشغل اللي كنطلق اخر فيديو، ما بقاش يطلق الفيديوهات بزاف، ما عرفتش علاش الله اعلم. سو الاخوان ندوزو اليوتيوبرز رقم جوج مغربي اللي هو فيصل فلوغ. هاد الدري هذا تبارك الله عليه واعر بزاف، ولد اكادير، عنده تقريبا دابا شي 30 سنة. واعر بزاف، عنده واحد محتوى نقي ومحتوى هادف، وتكتشف بزاف ديال الاماكن، وتكتشف الثقافة ديال بزاف ديال البلدان. صراحة السيد هذا واعر واعر بزاف بزاف. الا كنتو كتعرفوه وكتفرجوا الفيديوهات ديالو، دخلوا لتحت تقولوا لي في التعليق شي تعليق عليه، على الراي ديالك في هذا السيد هذا، فالتعليق لتحت في الفيديو. ساو الاخوان، كما كتشوفوا هذا السيد هو فيصل فلوغ من اكادير، اللي تيدير شي فيديوهات صراحه زوينين بزاف بزاف، راه مسافر بزاف ديال البلدان. دابا ندوزو اليوتيوبرز الثاني اللي يمكن وقيلا هو من الاردن، ما عارفش المدينه الدوله ديالو بصح، ولكن هو هذا تكونوا كتعرفوه، اللي واصل توا 7 مليون و870 الف. سو هاد السيد هذا اللي واعر بزاف، تا هو هذا كيدير هو راسو جزيره وثائقيه بوحدو، بلا ما يكون اذاعه ولا شي حاجه، هو تيدير افلام وثائقيه بحال داك الدري فيصل فلوغ. تمشي تسافر تبقى يدير فيديوهات، هذاك بخلط الكوميك وكل شيء والنشاط، تفهمتي كل شيء خدام في الفيديو ديالو. هاد الدري هذا جو حطاب اللي تيدير تا هو واحد المحتوى، تا هو واعر، تا هو فلوغر، ولكن تيدير واحد المحتوى مثلا مشى واحد المدينه سافر، يوريك الثقافه ديالها وشنو كاين فيها، تيريك بحال شي فيلم وثائقي، يعني واعر ديال بصح. جو حطاب ناضي غتفرج اي فيديو تلقى كنتفرج، دابا غادي نتسناو يحط شي فيديو باش نتفرجوا فيه. واعر، انا كنستافد منه من هذوك الفيديوهات اللي تيدير، وتنحاول مثلا نفهم ونعرف كيفاش الثقافة ديال بزاف ديال البلدان، تنعرف نفهم بزاف ديال الحوايج. سو هاد السيد هذا ناضي بجد والله، جو حطاب ناضي ديال بزاف، علاش شحال سافر هو بزاف ديال البلايص، ولي فلوغ ديالو ما تيحسسش بان هو دير فلوغ، هو ماشي دير غير فلوغ خاوي هكا، دير فلوغ وفي واحد نوع شكل تتحس راسك انت عايش في بحال كتفرج في ديك الجزيرة الوثائقية، ولا كتفرج في ناسيونال جيوغرافي بحال هكا. السيد هذا كما قلنا عليه سميتو جو حطاب، وهذا تبارك الله شفت الفيديوهات، وهذا هو حط بزاف ديال الفيديوهات. كنصحكم تبداو من الفيديوهات، تبداو من الاول وما تفرجوش غير في الاخر، معناتها نهضر مثلا
الناس اللي بتستافد، الناس اللي بتدير فيديوهات وكذا، تبدا من الفيديوهات من الاولين. الفيديو الاولين تبقى تفرج بحال كتبقى كتبعها وكتفهم كيفاش هذا السيد اللي وصل للمسيره ديالو حتى لهنايا وخدم وتقاتل وكذا. ساو ندوزو اليوتيوبرز الاخر. صاحب فيصل فلوغ ابراهيم الشرقي توا الدري ناضي الصراحه، غير هو حاجه وحده، هو عنده مع السينيماتيك، عنده مع التصوير، عنده مع يعني واعر الدري في هذا الشيء، واعر ناضي، ولكن ضيع. علاش ضيع؟ ما وصلش راسه 335,000 يعني، ضيع هذا السيد. ما فهمتش انا، هو اصلا خصو يدير واحد البران يعني. حنا كمتتبعين ديالو الى تفرجوا في هذا الفيديو، ما كرهتش هو مثلا يبقى يدير لي فلوغ بحال فيصل فلوغ وكل شيء، ويديره بالطريقه ديالو هو مثلا بحال هذا الشيء اللي تيدير الطريقه ديالو، يدير فلوغ ويكون طريقه زوينه ويشرح بيه كيفاش تصور هذا الفلوغ، كيفاش دار، كيفاش كذا وكذا، يمشي بالطريقه ديالو. ولكن يدير فلوغات مثلا، يحاول يخلط فلوغ فيه بحال مثلا ضحك، فيه فيديوهات، فيه سينيماتيك، فيه داكشي ناضي، ويخلط فيه كيفاش تصور وكيفاش بحال هكا، نفس السيستيم اللي تيمشي به هو. صراحه الدري واعر ديال ابراهيم الشرقي ناضي، ولكن هو ضيع في المشاهدات وداكشي. شتي بحال الفيديو اخر فيديو تلقى له فيه 7000 كا، شنو هي والو بالنسبه لداكشي اللي عارف ليه هو اللي تضرب عليه تما. راه الصراحه يعني ضيع. وندوزو اليوتيوبر اليوم بنات صافي. ندوزو اليوتيوبر الاخرين، احسان بن علوش. احسان بن علوش واعره صراحه، احسان بن علوش يوتيوبرز واعره ديال بصح. هي دي كتسمى مؤثره، هي هادي مؤثره واعره، كدير شي حوايج ناضين بالجد، ولكن هي ما كترميش فيديو على شحال، على شهر شهرين، ما كتبغيش فيديوهات بزاف. وكان في الاول كانت تحط فيديوهات، ولكن دابا ما بقاش تحط فيديوهات على حسن الظروف. الله يعلم، كل بنادم كله يعني عنده خدمة ديالو، عنده بزاف ديال الحوايج، ما يمكنش بنادم يبقى ديما يحط فيديوهات كل نهار، راه صعيبه. سو هاد السيده هادي واعره بزاف بزاف، كتمشات بزاف حتى هي تاع المدن. هي ما كديرش لي فلوغ، ولكن كدير حتى هي بحال، ما فهمتش كيفاش نشرح لكم. هي كدير كلشي، كتهضر على كلشي، كدير كلشي، ولكن عندها واحد الهدف يعني، هي دايره واحد الهدف تهضر عليه. هي الثقافه ديال مثلا، الثقافه ديال بزاف ديال الدول تهضر عليهم، كتحاول توعي بنادم على بزاف ديال الحوايج. صراحه زوينه بزاف هذه البنات، خاصهم يتبعوها حيت عندها شي حوايج واعرين، تتعرف تهضر على اي حاجه، كتعطيك معلومات على اي حاجه. المهم هذه البنت واعره بزاف، احسن من علوش ناضيه. ما كرهتش انا يكونوا بزاف ديال البنات عندنا في المغرب بحال هكا، تكون عندهم نفس هذه العقليه هذه، ولكن ما كاينه تقلال. سو هاد الدري هادي واعره، احسن من لوش ناضيه. شكون اليوتيوبرز الاخر؟ امينه الدبي ضيعه. ما فهمتش علاش ما تديرش الفيديوهات بزاف. هي تقريبا يلا قادت قناه جديده في اليوتيوب، واصله 15,000 مشترك، انا متتبع ديالها. انا تاهي بحال احسان بن علوش يعني، تاهي كتهضر على مواضيع ثقافيه، تهضر على مواضيع خصوصا داكشي تاع الكتوبه عندها معاهم ديال بصح، على معلومات على التاريخ ناضيه، على بزاف ديال الحوايج. بحال مثلا هي ما تمشيش لبزاف ديال الدول، ولكن تهضر على بزاف ديال الدول مثلا، على الثقافه ديالهم، ولا شي حوايج بحال هكا. ومشاو لبزاف ديال المدن في المغرب، دار فيهم تطوعات خيريه لبزاف ديال البلايص في جبال الاطلس، مشاو ليهم. الصراحه هذاك الشيء كان زوين وعجبني انا الصراحه. ما كرهتش بزاف ديال اليوتيوبرز يوليو يديروا بحال هاد البلانات اللي كيدخلوا مثلا الفلوس، ما تهضرش على اللي بادين، على اللي كيدخلوا فلوس ديال بصح، يمشيو يتطوعوا ويديروا بزاف ديال الاعمال الخيريه في نواحي جبال الاطلس، حيت كاين المدارس ما كاينينش، كاين الناس ما عندهمش البيار، المهم بزاف ديال الحوايج بلا ما نحتاج نقول، راه كتشوفوا كلشي. سو الاخوان، هادو هما اليوتيوبرز اللي عزازين عليا، اللي كنتفرج فيهم وتيعجبوني انا ديال بصح. شكون هما اليوتيوبرز اللي ما كنحملش؟ اليوتيوبرز اللي ما كنحملش هما صراحه ما عادش نقول لكم سميتهم هنايا، حيت كل واحد هو متبعينه الناس اللي تيعجبوه، هو تيعجبهم. انا ما تيعجبونيش هذوك الناس يعني، ما تيعجبونيش هذوك اليوتيوبرز اللي واحد المحتوى انا ما تيعجبنيش نتفرج فيه. الناس اللي تيعجبوني هما هذو تنتفرج فيهم يعني، انا ديما تنتفرج فيهم، تلقى شي فيديو تنتفرج فيهم انا الاول واقيلا، ديما تنتفرج فيهم، ديما تندير لهم جيم، حيت هاد الناس صراحه واعرين، يستاهلوا كلشي، يستاهلوا يوصلوا اكثر من هادشي اللي واصلين ليهم دابا. استاهلوا يا اخوان. ما تنساوش قولوا لي في
التعليقات اليوتيوبرز اللي كتبعوهم نتوما واللي عزاز عليكم قولوا لي في التعليقات، واليوتيوبرز اللي ما كتحملوهم حتى هما قولوا لي في التعليقات. استو ان شاء الله غادي نهضروا على فيديو جديد ان شاء الله في المره الجايه، وعواشركم مبروكه. رمضان مسكين هو مساء. ما تنساوش الاخوان ديروا جيم وديروا تعليق. الا كنت اول مره كتشوف الفيديو دير لنا سبسكرايب لتحت، راهي بوطونه حمراء نضغط عليها دير لنا ابوني تبعنا باش ان شاء الله نحطوا الجديد ان شاء الله. يفوت رمضان راه عندنا واحد الرحله ان شاء الله كنجدوا لها بينا نتلاقوا فيها ان شاء الله باذن الله. استو الاخوان راكم تما، الله يعاونكم.